Benim adım Koray Demir. Doğu Dizgin Film Şirketi'ne sahibiyim. Burada Mekke'de yıllara dayanan bir deneyimimiz var. Bunlara yenilerini eklemek için buradayız. İnşallah Suudi pazarında yeni ve güzel fırsatlar olacağına inanıyoruz. يعرف عن نفسه اسمه كوراي دمير مخرج سينمائي وصاحب شركة إنتاج تركية. طبعا موجودون حاليا في هذا المنتدى لتقصي فرص عمل أو ربما فرص تعاون ممكن أن يكون مع بعض الشركات السعودية فيما يتعلق في مجالنا. وطبعا نحن هنا لسنا بحديثي عهد وإنما موجودين على مدى أكثر من 10 سنوات موجودين على مدى أكثر من 10 سنوات نوثق أعمال توسعة الحرم المكي. كيف وجد حجم المشاركة في هذا الملتقى ملتقى العمل السعودي؟ حجم كيف إيش انطباعه على الحجم؟ What's your opinion about the participation here in this forum? What's your attitude? Her şeyden önce güzel bir forum. Düzenleyenlere de teşekkür ederiz. Her geçen gün katılımın artmasını ve iş birliklerinin çoğalmasını bekliyoruz. Önümüzde çok ciddi fırsatlar olduğunu inanıyorum. Tabii bidayeten huwa yashkur al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya ala hadha at-tanzim al-mumtaz wa taban natatalla insha Allah ila nataij ijabiyya tustakhlas min hadhihi al-ijtimaat wa hadhihi al-liqaat. ويعني إن شاء الله تكون نتائج جيدة تلي هذه اللقاءات. بس ما فهمت إنه مجال عمله في مجال الإنتاج والإعلام والسينما وتوثيق الإعلام. نعم. كيف يشوف ممكن التبادل بين السعودية وتركيا في هذا المجال يعني رفع المستوى أو تطوير هذا المجال؟ How do you look at the horizon cooperation between Turkey and Saudi Arabia regarding the production and regarding the cinema production issue? Bir kere bölgenin en büyük iki ülkesinin her konuda olduğu gibi film prodüksiyonu konusunda da pek çok işbirliği yapacağı alan var. Türk film sanayinin gelişmiş ürünlerini ve yapım gücünü burada işbirlikleriyle ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. طبعا حيث أن تركيا والمملكة العربية السعودية دولتان كبيرتان إقليميا وهذا ينعكس أيضا على ما يتعلق في مجال الإنتاج السينمائي. طبعا كما تعلمون الإنتاج السينمائي تطور كثيرا في تركيا مؤخرا ونحن اليوم نريد أن نوظف هذه التقنيات الموجودة في مجال الإنتاج من خلال خلق شراكات سعودية لإنتاج مشاريع مشتركة لما لا؟ كل شيء قريب من هذا الوقت؟ يكن ببروجي وارما سأسوري إشنداء شكرا إن شاء الله نعمل على هذا الأمر إن شاء الله في حال يعني توضحت التفاصيل طبعا نشاركها إن شاء الله معنا. هل سؤال الأخير هل ممكن نشهد أعمال مشتركة ما بين في الدراما في مجالات السينما تنتيب الدراما بين الجانبين السعودي والتركي؟ شيء هم ترك هم سعودي دراما بيش يبا بلرما يعني أولا بلرما شيء بلرما بلرما alt yapıların inşası için buradayız zaten. Alt yapıları kolaylaştırılması ve iki ülkenin şirketlerinin birlikte ortak işler üretebilmesinin önünün açılması için buradayız. Bunun için çalışıyoruz. Tamam. طبعا هذا ذكرت ملاحظة مهمة جدا ولأجل ذلك نحن هنا. طبعا هذا الأمر يتطلب حتى يتحقق يتطلب كما ذكرت سابقا وجود شراكة سعودية تركية حتى تتهيأ الظروف لتنفيذ عمل درامي مشترك تركي سعودي سيكون يعني أمر رائع جدا. شيء باش كبير شيء كلمكسيون مسلس شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذه اللقاء.